مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ في الفيديو بتاع النهارده هنشرح الـ EEP ROM. خلونا نفتكر كده بس الاول ايه هي الـ EEP ROM. احنا كنا خدناها في مادة المايكرو بروسيسور الترم الاول. هي اول حاجة نوعها من نوع اللي هي الميموري ROM، اللي هي بتبقى نون فولاتايل، اللي هي بتعمل سيفنج للداتا، ومش الداتا مش بتضيع من عليها لما بفصل الباور عنها. تمام. الميموري دي اتطورت على مدار السنين وفي الاخر عملوا نوع منها اسمه اي اي بي روم، اللي هو اختصار الكتريكالي الريزابل بروجرامبل روم، بمعنى ان انا ممكن اسيف الداتا عليها، بس وانس ان انا محتاج امسح الداتا دي كلها من عليها اقدر اعمل كده عن طريق ان انا ببدلها اشارة كهربية تمسح الداتا دي من عليها، واقدر ابرمجها تاني من اول وجديد واسيف الداتا دي عادي جدا جواها. تمام. بس طبعا بيبقى ليها لايف تايم معين بقدر امسح وبرمجها بيه. تمام. ما اقدرش كده يعني، مش مدى الحياة اقدر امسح وبرمج، لا بيبقى ليها رينج معين بقدر امسح واكتب فيها، ده بيبقى مكتوب جوه الداتا شيت بتاعها. تمام. طيب دي اول نقطة. تاني نقطة، احنا النهاردة هنتكلم عن الانترنال اي اي بي روم. الانترنال اي اي بي روم ده اللي هو بيبقى جوه المايكرو كنترولر نفسه. ميموري بتبقى طبعا يعني حجمها صغير جدا، انت مش هتقدر تشوفها غير لو فتحت المايكرو كنترولر او شفت الاركتكتشر بتاعته من جوه. في نوع تاني اكسترنال اي بي روم، دي تبقى ميموري كده على شكل اي سي، انت بتشتريها من بره وبتوصلها بالمايكرو كنترولر عن طريق كوميونيكيشن بروتوكول اسمه الاي تو سي. تمام. ده احنا مش هنتكلم عليه لان هو التعامل معاه محتاج يعني سيشن كبيره، والتعامل معاه صعب شويه، والتعامل مع الاكسترنال اي بروم كهاردوير ممكن برضو بيبقى صعب شويه وبياخد وقت كبير، فاحنا مش هنتكلم على دي خالص، احنا هنتكلم على الانترنال اي بروم. تمام. فهنا دي كده صوره الاكسترنال اي بروم. تمام. اللي انا قلت لكم ان هي بتتوصل بالمايكرو كنترولر عن طريق البروتوكول اللي هو اي تو سي، دي مش هنتعامل معاها. يعني نفس الميموري دي بتبقى موجودة بس صغيرة جدا، بتبقى موجودة جوه المايكرو كنترولر، هي دي اللي احنا هنتعامل معاها. تمام. فاحنا مش هنبص على اللينك ده خالص. تمام. طيب في ميزة تانية جوه الـ EEPROM في الـ AVR، ان احنا مش هنحتاج نكتب درايفر من الصفر ليها. ممكن نعمل كده بس لا مش لازم، في إمكانية تانية عندنا. هو في لايبرري جاهزة جوه الـ AVR ده اسمها اهو AVR/EEPROM.h، دي جواها فانكشنز جاهزة احنا هنستخدمها عشان نتعامل مع الميموري بتاعته. تمام. هنستعمل بس هما أمرين، هو الـ EEPROM read byte والـ EEPROM write byte. تمام. دول بس اللي احنا هنستخدمهم يعني، وممكن نتكلم على ايه بروم ابديت بايت، يعني مجرد بس هنتكلم عليه هي دي. تمام. لكن مش هنستخدمها. طيب خلونا نروح على كتاب مزيدي، كان في حاجة عايز اقولها فيه يعني. هنا هو بيتكلم على الـ ATmega ميجا 16، بيقول ان الـ EEPROM بتاعتها حجمها 512 بايت، والـ ATmega ميجا 32 الحجم بتاعها 1024 بايت، تعتبر الـ ايه ضعف السايز بتاعها. تمام. طيب احنا هنستعمل ATmega ميجا 16، ATmega ميجا 16 اللي هي عندها 512 بايت، دي كفاية بالنسبة لنا على اللي احنا هنطبق عليه يعني، او حتى في بروجكت السمارت هوم اعتقد ان هي تبقى كافية بالنسبة له يعني. اللي عايز يستعمل ATmega 32 برضو عادي يعني، هي الميموري تعتبر الضعف، فدي حاجة كويسة يعني. تمام. طيب خلونا طيب نفهم كده قبل الكود الكلام ده معناه ايه، يعني الـ EEPROM دي هستفيد منها في ايه. فهنا البروجكت ده عبارة عن الكترونيك فوتنج ماشين، عايز اكون بدوس على السويتشات دي، كل سويتش منهم بيعبر عن فوت، مثلا احنا بنفوت على حاجة مثلا او كده، فكل سويتش منهم هيبقى بعبر عن فوت من الفوتس دي. تمام. وفي سويتش خامس عندي بيعمل ريسيت للفوتس كلها، بيصفرها خالص. تمام. طيب تعالوا نعمل ران كده ونشوف. طيب هو مبدئيا هنا هو ظهر لي فوت اسمه A و B و C و D. تمام. كل سويتش من دول هو هي انكريمنت الفوت بتاع A او B او C او D،
وهنا في بروتوس بس السيميوليشن وحش جدا، فهو ال سي دي عماله يعني زي يكون كده بتتراش، والارقام من عليها يعني ايه بتقعد تظهر وتختفي يعني. بس عادي، ممكن اوريك كمان فيديو هاردوير ليها، يعني هيبقى الطف يعني انكم تشوفوها هاردوير غير السيميوليشن برضه يعني. تمام، طيب تعالوا نزود كده، ندوس على اول سويتش، هنزود ال A1، ممكن ادوس دوسه تانيه، او هنا ال سيميوليشن مش حلو قوي يعني، فمحتاج ادوس دوسه طويله. هنا دوست دوسة طويلة فزودها لأربعة، ممكن نزود بي برضو، نزود سي، وأزود دي. تمام، طيب أنا هنا دلوقتي عندي الـ A بأربعة وبي باتنين وسي بتلاتة ودي بواحد. تمام، طيب إيه اللي أنا هعمله دلوقتي؟ أنا هقوم أفصل الباور عن المايكرو كنترولر. تمام، هندوس ستوب، فالـ LCD قفلت والمايكرو كنترولر كده مش واصل له باور. إحنا لو كنا مش مستخدمين اي بي روم، كنت لما اجي اران تاني كنت هلاقي القيم اللي جوه الاي والبي والسي والدي، كنت هلاقيهم بصفار زي ما كنا بدأنا البرنامج من الاول. تمام، لكن عشان انا مخزن الداتا دي جوه الاي بي روم، فمتوقع ان انا المفروض لما اجي افتح هلاقي ان الداتا دي متخزنه زي ما هي والداتا دي ما راحتش. تمام، فلما نعمل ران تاني لقينا فعلا نفس القيم اللي كانت موجوده قبل ما اقفل هي نفس القيم الموجوده دلوقتي، ولما بانكريمنت برضو بترجع تانكريمنت من المكان ما وقفت. تمام اهو، تمام، تعالوا نجرب زرار الريسيت اللي يصفرهم كلهم. تمام تمام لغايه هنا. فهي دي فايده الاي بي روم، ان هي بتعمل لي سيف للداتا بتاعتي، مش بتخليها تضيع. بس يعني ممكن دلوقتي ننقل على جزء الكود. طيب انا دلوقتي عندي اول حاجه عملت هاش انكلود لللايبراري بتاعت الانبوت والاوتبوت بتاعت الاي في ار عشان اعرف اكسس الريجسترز. تاني حاجه عملت انكلود لللايبراري بتاعت الديلي عشان انا هحتاج ممكن ديلي في الكود، او تقريبا احنا مش محتاجينها يعني، لا مش محتاجها اعتقد يعني، بس عادي. سنتها جوه ال سي دي بس باين يعني. تمام، تاني حاجة برضو عملت انكلود للدرايفر بتاع الجي بي اي او والال سي دي. تمام، لازم تكونوا متفرجين على فيديو ال سي دي الاول قبل الفيديو ده، عشان انا هستخدم فانكشنز جاهزة من درايفر بتاع ال سي دي. تمام، زي ايه مثلا؟ زي اللي هو ديسبلاي كان موف كيرسر دي. تمام، هنستخدمها عشان اقدر اتحرك على بوزيشنز معينة في ال سي دي، و LCD integer to string دي برضه. تمام، وبعد كده قلنا هنعمل include لل library بتاعت ال EEPROM بتاعت ال AVR. تمام، لازم السطر ده يتكتب. تمام، بس بعد كده قبل المين عملت حاجة معينة، عملت أربع variables عندي كده، هما نوعهم global variables عشان هما قبل المين. واحد اسمه count A و B و C و D. تمام، الجلوبال فاريبلز بتبقى باي ديفولت لما بعرفها كده فوق المين جلوبال، بيبقى الفاليو اللي جواها بتبقى صفر. تمام، فدلوقتي باي ديفولت انا عندي ال A وال B وال C دي جواهم صفار. تمام، فتعال نكتب على جنب هنا بس كده ايه القيم بتاعتنا، عشان احنا هنتريس الكود واحده واحده عشان نشوف المشاكل اللي كانت ممكن تظهر لنا ونحلها ازاي. تمام، فانا عملت variable اسمه count لكل فوت عندي، عشان ده الفاريبل اللي عامل له increment، ثم بعد اعمل له increment اخزنه جوه ال EEP ROM بتاعتي. تمام. طيب اول حاجه انا موصل اربع سويتشز على بورت A0 A1 A2 A3 A4. تمام، فانا هنا جيت قمت خليت البورت A كله كده equal 0، يعني خليته كلهم input pins. تمام، عادي كنت ممكن نخلي اول خمسه بينز بس هم اللي انبوت وافكس للباقي، بس انا خليتهم ايه، خليتهم كلهم انبوت وخلاص. انا كده مش موصل حاجه اصلا ايه على الثلاث بنات اللي باقيين في بورت ايه دول. تمام، طيب تاني حاجه عملت انيشاليزيشن للال سي دي عشان تبقى جاهزه ان هي تشتغل. تمام، بعد كده كاننا مش شايفين الكلام ده خالص، نعمل له كومنت اصلا، ده هيبقى حل للمشكله هنقابلها. تمام ماشي، بعد كده جيت جوه الوايل 1، عملت عايز اوقف الكرسر بتاعي على اول بوزيشن، فعملت البوزيشن بتاعي الاكس والواي خليتهم 0 و0،
وطلعت كلمة A equal، تمام. بعد كده حركت الكرسر بتاعي، وبعد كده عملت display string، سبت مسافة، وبعد كده حركته عند المسافة دي عشان أعرض القيمة، تمام. ده اللي هو هنا كده، يعني عايز أوريها لكم. هنا بعرض أهو الـ A، تمام، وبسيب مسافة، وبعد كده بعرض، يعني بقول له عايز أعرض هنا قيمة معينة، برضو هسيب مسافة كبيرة عشان أقدر أعرض الـ B جنبها، وأعرض equal، وبعد كده أعرض صفر. دي يعني إيه؟ انتوا بتحددوها انتوا عايزين تعملها ايه. انت ممكن تخلوها بدل ما انا عامل كده، ممكن تخلوا الاي هنا والبي هي اللي هنا والسي هي اللي هنا والدي هي اللي هنا مثلا، تمام. باجي في اخر امر لكل فوت بقول له ان انا عايز اطبع، بستخدم فانكشن اللي هي ال سي دي انتجر تو سترينج، وبقول له ان انا عايز اطبع هنا القيمه اللي متخزنه جوه الاي اي بي روم في الادرس 0، تمام. فبستخدم فانكشن، تعالوا بس نعمل سبيس كده عشان ناخد بالنا. بقول له ان انا استخدم فانكشن اي اي بي روم ريد بايت يو انت 8 استرسك 0. ايه معناها؟ بقول له روح اقرا من الاي اي بي روم، تمام، البايت اللي متخزنه في الادرس اللي اسمه 0. لازم احط اعمل كاستنج بالشكل ده عشان يفهم ان ده ادرس مش داتا، تمام. فبقول له روح اقرا الداتا الموجوده في ادرس 0، تمام، وطبعها لي على الشاشه. طبعا ده البارامتر المبعوث للفانكشن اللي هي LCD integer to string، ماشي. طيب تاني حاجه برضو بعمل نفس الكلام، حركت الكرسر بتاعي، شفته تسع بوزيشنز ناحيه اليمين، وبعد كده طبعت كلمه دي، ونفس الكلام ده بالظبط، كلام بسيط يعني. بعد كده طبعت برضو ايه اللي متخزن جوه الادرس رقم 1، تمام، نفس الكلام عند سي، نفس الكلام عند دي، عشان يظهر لي ايه، عشان يظهر لي الشكل ده على ال سي دي، تمام. طيب دلوقتي انا عايز لما ادوس على الزرار ان هو انكريمنت الفاليو الموجوده جوه A او B او C او D، تمام. طيب هعمل ايه هنا؟ مبدئيا انا موصل السويتش بتاعي، موصلهم بول اب، تمام. فانا عايز لما ادوس على الزرار هو هيقرا دلوقتي قاري ايه؟ دلوقتي انا وانا مش دايس على الزرار النقطه دي اللي متوصله بالمايكرو كنترولر بتقرا ايه؟ بتقرا 5 فولت، تمام؟ فانا عايز لما ادوس على الزرار يانكريمنت، فلما ادوس على الزرار ايه اللي بيحصل؟ البن النقطه دي يعني بتتوصل بالجراوند، فبيبقى كانه قاري صفر، تمام؟ دي موجوده برضو في الفيديو بتاع الجي بي اي او، تمام؟ والتعامل مع البول اب والبول داون، ماشي. فانا هنا بدل ما تشيك على الواحد انا بتشيك على الزيرو. فانا هنا باجي بحط كونديشن، بقول له بستخدم الماكرو اللي هو اسمه بيت اس كلير، تمام، وبتشيك على بين اي، تمام، رقم زيرو، تمام. فبشوف لو هي كليرد، يعني ايه هي كليرد؟ يعني معناها ان هو اداس على الزرار ده، ان هو بقى خلاص متوصل بالجراوند، ان هو اداس عليه مش واصل بال 5 فولت من فوق، تمام. فبقول له لو الزرار يعني من الاخر متداس عليه، حط لي جوه الفاريبل اللي اسمه كاونت اي القيمه اللي جوه الاي اي بي روم في ادرس 0، روح اقرا من الادرس ده وخزنها لي جوه كاونت اي، تمام. طيب بعد كده اعمل ايه؟ رايت جوه المكان ده بلس بلس كاونت اي، عايزين بس اعمل سبيس عشان ما تتلخبطوش. فانكشن الريد دي ببعت لها بمجرد ادرس تروح تقرا منه، اما فانكشن الرايت دي ببعت لها الادرس اللي هي هتروح تكتب فيه، فبعت لها هو الادرس، تمام، وببعت لها بارامتر تاني القيمه اللي انا هكتبها جوه الادرس ده، تمام. فانا قلت له الزرار لو اتداس عليه خزن لي القيمه دي اللي هي جوه ادرس 0 جوه الفاريبل اللي اسمه كاونت ايه بتاعي، ثم بعد كده روح اكتب جوه ادرس 0 ده قيمة كاونت ايه. هنفهم ايه فايدة السطر ده دلوقتي، ده مجرد سطر بس ايه حطه للأمان يعني، تمام. تمام، بعد كده نفس الكلام عامله مع باقي السويتشات، تمام. برضو بقول له لو داس على السويتش التاني حط لي القيمة اللي جوه ادرس 1 جوه كاونت بي، وبعد كده روح اكتب جوه ادرس 1 ده قيمة الكاونت بي بلس بلس، بيعمل لها انكريمنت عشان كده كأني دوست على الزرار، فأنا دوست على الزرار وعايزها انكريمنت، تمام. بس بعد كده هو برضو مع الاتنين سويتشين التانيين
اخر سويتش خالص اللي هو بيعمل ريسيت، تمام؟ ده السويتش اللي بيعمل ريسيت، تمام؟ ده بيعمل ايه؟ ده بيروح يكتب جوه الاربعه ادرس بتوع الابروم، بيكتب جوه مصفار انا عايز اصفرهم، انا عايز اعمل ريسيت، تمام؟ بس كده. طيب خلونا نعمل سيف وبيلد للكود ده، نشوف ايه المشاكل اللي ممكن تظهر لنا، تمام؟ هاجي هنا اوقف سيميليشن، وبرده في حاجه ثانيه عايز اعملها. لو احنا عايزين نكلير الاي بي روم من على بروتوس، تمام، انا عايز ابدا البرنامج من الاول خالص، انا هنا كاني اول مره بقى ايه اجرب خالص، فهدوس على، لا اوريها لكم تاني، ديبج ريسيت بيرسيستنت موديل داتا، بيقول لي انت كده هتمسح الاي بي روم، هقول له يس انا عايز امسحها، انا عايز ابدا من الاول خالص، تمام؟ فانا كده هبدا من الاول خالص. حلو، طيب خلونا نبدا ونشوف ايه اللي هنلاقيه موجود. اول ما اعمل رن هلاقي اول حاجه ظهرت لي الاي 255 والبي زيها والسي والدي. طيب ايه 255 دي؟ ايه بقى ايه النظام ده؟ مش المفروض يظهر لي زيرو في الاول؟ بيقول لك لا، انت الميموري بتاعتك اول حاجه انت جيت في الكود عملت ايه؟ انت جيت في الكود عرفت اربعه جلوبال فاريبلز اللي هم الاي والبي والسي والدي دول، تمام؟ هم دلوقتي جواهم اصفار، ثم بعد كده دخلت هنا على طول عرضت على ال LCD القيمه اللي متخزنه جوه ال EEPROM دلوقتي، اللي هي المايكرو كنترولر لسه جاي لك جاهز، انت لسه شاريه جاهز، فهو خد القيمه اللي جوه ال EEPROM وقام طابعها على الشاشه. ففي معلومه كده انا ما قلتهاش في الاول، ان ال EEPROM بتجي لك جاهزه اول مره، ما حدش غير فيها اي حاجه، بتيجي جواها القيمه دي باي ديفولت 0xFF، اللي هي بالهكس ديسمال، اللي هي بالديسمال كام؟ اللي هي 255، تمام؟ كل اللوكيشنز جوه الميموري بتبقى جواها كده 0xFF. ممكن اوريها لكم على البرنامج اللي هو هيبقى بيحرق الكود على المايكرو كنترولر، اهو ادي الاي بروم كل الاماكن فيها، كل الادرس جواها FF، هي جايه باي ديفولت كده، تمام؟ طيب انا عايز اتصرف في المشكله دي اعمل ايه؟ هيجي واحد يقول لي بسيطه، اعمل انيشاليزيشن للميموري وحط فيها اصفار في الاول، صفر اول اربع اماكن، دول الاربع اماكن اللي محتاجهم لكاونت A و B و C و D، حط جواهم ايه؟ حط جواهم اصفار. هقول له ماشي تعالى نجربها في الكود. المهم كده نكون بس فهمنا هو ليه عرض 255 في الاول، لان انا دخلت مبدئيا حطيت القيمه الديفولت اللي جوه الـ EEPROM على الـ LCD، تمام؟ وعلى فكره انت لو جيت دلوقتي عملت increment هتلاقيه حول لك ال 255 دي لزيرو، وهتلاقيه حول لك دي برضو لزيرو، هتلاقيه حولهم لك كلهم لزيرو. ليه طيب؟ لان انت في الكود بتقول له ايه؟ انت في الكود بتقول له لو الزر اي زرار اتداس عامه، تمام، حط لي جوه كاونت ايه القيمه اللي جوه الاي بروم دلوقتي، تمام، ده السطر ده ملوش لازمه دلوقتي، تمام. ثم بعد كده اكتب جوه الادرس زيرو قيمه كاونت ايه بلس بلس، وهو بيعمل ايه؟ قيمه كاونت ايه كانت بزيرو فيجي يخليها واحد، تمام. هو كده عمل رايت جوه الاي بروم بالقيمه دي بواحد، ماشي. فهيجي هنا برضو هو عمل كاونت ايه خلاها بواحد، وخلى القيمه اللي جوه الاي بروم تبقى بواحد برضو، ماشي. يعني انا عملت للفاريبل اسمه كاونت ايه بلس بلس، وكمان القيمه دي خزنتها جوه الاي بروم. حلو كده، ده اي بقى ايه اي سويتش دوست عليها هيعمل لي كده، ماشي. وبعد كده هو دي طبعا دي وايل 1، فهو بيقعد يلف فيها بسرعه جدا، فهيجي هنا عند الوايل 1 هيعرض الكلام ده على ال سي دي تاني، تمام. هيكون لسه برضو ايه، احنا هنا السطر ده كاونت ايه ايكوال ايه بروم ريد بايت، هيكون اتنفذ برضو، ما هي الوايل 1 دي عماله بتلف بسرعه. فهو دلوقتي ايه كاونت ايه اتخزن جواها واحد خلاص، تمام، وبرده اول بوزيشن هيكون اتخزن جواه واحد، وهو خلاص هيكون دلوقتي بيقرا ايه، هيكون دلوقتي بيقرا من البوزيشن الاولاني من الاي بي روم قيمه واحد، فهيكون بيعرضها على ال سي دي، خلاص ال 255 دي اتشالت، او مش قيمه واحد انا اسف، هي المفروض قيمه صفر، يعني اللي هي الاول قيمه خالص اللي هو يعني زودها بواحد يعني، تمام، ما علينا يعني، انا غلطت بس في الحته دي، ماشي. المفروض يكون يعني بيخزن جواها ايه
زيرو مبدئيا، ماشي؟ طيب انا دلوقتي عندي مشكلة لسه موجودة، اللي هي ان انا لما عملت بدأت المايكرو كنترولر بتاعي من اول خالص، اديت له باور من الاول، كان بدأ ب 255، ما كانش بدأ بصفر. فانا عايز ابدأ مبدئيا بصفر، عايز اكتب في اللوكيشنز بتاعت الاي بروم صفر، تمام؟ طيب هعمل ايه؟ فيجي واحد يقول لي ماشي خلاص امسح بقى كل الكلام ده، كأن الميموري هي كأنها لسه جاية من اول وجديد، هنروح نغير حاجة بسيطة في الكود. طب هنغير ايه؟ هيقول لك روح اكتب جوه الاي بي روم اول 4 اماكن فيها اكتب فيهم اصفار. تمام انا هعمل لك كده، مش هقول لك لا. فجيت اهو قبل while 1 عملت الفانكشن بتاعت رايت بايت، واقول له هكتب في ادرس 0 0، هكتب في ادرس 1 0 و2 و3 وهكذا، تمام؟ فانا كده كتبت صفر في اول 4 اماكن، تمام؟ طيب تعالوا نعمل سيف وبيلد. هو دلوقتي لما يجي بقى يقرا من اول مكان هيقرا ايه؟ هيقرا قيمه صفر اللي انا خزنتها وهيطبعها على ال LCD، تمام؟ فهو كده انيشيالي هيعمل لي الكلام ده، تمام؟ فتعالوا نجرب. فعلا اول حاجه طبعا الاصفار، تمام؟ لما نيجي نزود هيزود معايا، تمام؟ طيب تعالوا نفصل الباور. المفروض لما ارجع الباور ان انا هلاقي القيم زي ما هي. طب ابص لقيت القيم مش زي ما هي، فكده في مشكله بقى تانية. ايه بقى المشكله دي؟ انت ما خدتش بالك من حاجه مهمه جدا. انت لما بتفصل باور وبترجعها تاني، هو بيرجع ينفذ الكود بتاعك تاني من اول وجديد. فلما ينفذ الكود بتاعك من اول وجديد هيعمل ايه؟ هيخلي كاونت ايه ده بصفر، كاونت بي ده بصفر، وسي برضه ودي، تمام؟ وكده هينزل يصفر اول 4 اماكن في الميموري تاني. فلما يصفر لك اول 4 اماكن في الميموري تاني هيحصل ايه؟ هيجي يعرضها على ال LCD، فهيعرض لك اصفار في الاول، فانت كده ما حافظتش على القيم اللي عندك. طيب احل المشكله دي ازاي؟ انا عايزكم توقفوا الفيديو وتفكروا في الحل قبل ما انا اقوله، تمام؟ تمام تعالوا نشوف الحل. انا دلوقتي عايز اقول له ان الميموري اللي جايه لي مع المايكرو كنترولر دي انا عايز اول مره بس احط جواها صفار، ثم بعد كده ما يعني ما احطليش جواها صفار تاني، يعني ما تعملهاش انيشاليزيشن تاني، انا عايز احط لها صفار مره واحده بس في الاول، وبعد كده بقى الداتا اللي خزنها جواها دي بقعد انكريمنت فيها براحتي. هعمل ايه؟ هاجي احط له هنا if condition، تمام؟ ايه الـ if condition ده؟ بقول له لو انت ثانية عشان هو اتحول، ماشي، بقول له انت لو قريت في البوزيشن رقم 0 قيمة 255، وفي البوزيشن رقم 1 قيمة 255، وبرضه في البوزيشن رقم 2 والبوزيشن رقم 3، لو لقيت ان هي فيها 255 ده معناها ايه؟ ده معناها ان هي لسه جايه لي اول مره، اول مره خالص جايه لي من المصنع اول مره، او ان انا ما مسحتهاش خالص قبل كده، دي معناها ايه؟ اول مره استعمال. لو لقيت كده اعمل لي ايه؟ اكتب لي جوه البوزيشن 0 1 2 3 اكتبهم لي جواهم اصفار، تمام؟ وهنا استخدمت الشرط بتاع اند عشان لازم يعني الاربعه يبقوا متحققين، انا عايز الاربعه كلهم يكون انيشال 255، هي لسه الميموري ما اتلمستش. لو الميموري لسه ما اتلمستش فعلا حط لي جوه البوزيشنز دي كلها اصفار، تمام؟ هو لما يجي يعيد الكود تاني ويجي يتشيك على السطر ده، هو طبعا خلاص 255 دي هتكون راحت، الميموري هيكون جواها قيم تانية بقى لما دوست على السويتش وقعد انكريمنت وقعد يرايت القيم دي جوه الاي بروم، فهو هيجي على السطر ده الاف كونديشن دي ومش هينفذها، هو هينفذها اول مره بس اشغل فيها المايكرو كنترولر، تمام؟ ولو مسحت الاي بروم بعدها فهو ايه هيحط فيها برضو ايه 255 تاني، بس انا لو مسحتهاش وفضلت سايب القيم جواها هتفضل القيم زي ما هي ومش هيدخل على السطر ده تاني، تمام؟
السطور دي يعني. طيب تعالوا نعمل كنترول اس وبيلد، تعالوا نمسح الاي بي روم بقى خالص، نبدأ من اول وجديد كأن المايكرو كنترولر جاي اول مرة، ونقول له رن. تمام، هنلاقيه بدأ بصفار مش ب 255. تمام، دي اول حاجة حليناها، يعني هو جه عدى على السطر ده من الاخر في الكود اول مرة، اهو عدى على السطر ده حط جواه مصفار. تمام، وبدأ يشتغل جوه الوايل 1 بقى، مثلا ان انا ادوس بقى على سويتش من السويتشات عشان ينكريمنت. لما ادوس على السويتش الاولاني ينكريمنت اهو، 2 كادي 2 كادي 1 بعد كده دي 1. تمام، بقت 2. ماشي، تعالوا نفصل الباور، وصلنا الباور، كان رجع الباور تاني، لقينا القيم ايه، رجعت زي ما هي، زي ما انا كنت ايه، زي ما كنت عايز بالظبط، ما رجعش صفرها لي تاني، لان هو لما جه يقرا، طبعا دلوقتي لما كي ترجع الباور تاني هو جه يقرا من اول المين. تمام، فجه يقرا لقى ان هي ايه، جه يعمل ريد بايت من اللوكيشن 0 و1 و2 و3، ما لقاش ان جواها 255. تمام، فبالتالي ما نزلش ينفذ الكونديشن ده، ما حطش اصفار جوه اللوكيشنز دي، لا هو نزل على الوايل 1 على طول، تبع القيم اللي جوه البوزيشنز دي، وهياخد برضو قراءات من الايه، من السويتش بتاعي. تمام كده، تمام، بس كده تقريبا مفيش حاجه تانية عايز اقولها يعني، هي دي كل المشاكل يعني اللي كانت موجوده، ودي الحلول بتاعتها. ممكن اخر حاجه بس عايز اقولها، ان الموضوع في السيميليشن مختلف عن الحقيقه يعني. البرنامج ده اللي اسمه اكستريم بيرنر، ده اللي هيكون بيحرق الكود على المايكرو كنترولر، كلمه يحرق معناها ان هو بيابلود يعني الكود على المايكرو كنترولر، هتبقى محتاج تظبط حاجه معينه في الفيوزات بتاعه المايكرو كنترولر عشان خاطر تخلي الاي بي روم تسيف الداتا، لان هي مش جايه جاهزه ان هي تسيف الداتا، انت لازم تروح هنا على حاجه اسمها فيوز بيتس. تمام، تدخل على بيت ديتيلز، هتلاقي حاجه اسمها اي اي سيف. تمام، بيقول لك اي بي روم ميموري از بريزيرفد ثرو ذا تشيب اريز. تمام، يعني لما افصل الباور يعني مش عايز الداتا اللي من على الاي بي روم تروح، لا عايز تفضل موجوده، فانت المفروض تبرمج الايه، الفيوزات دي، انت تلاقيها جايه لك في الاول، هتلاقي جايه لك في الاول مكتوب، هتلاقي الستيتس بتاعتها موجوده هنا. تمام، فانت لو عايز تغير الستيتس بتاعتها، هو بيقول لك باي ديفولت هي جايه ان بروجرامد، هي جايه مش بتبرمجه على ان هي تكون ان هو يسيف لي داتا جوه الاي بي روم، فانت هتقوم ايه تغيرها عن طريق انت تدوس عليها مرتين، هتدوس على هنا لو كده مرتين هتلاقيه بيغير الايه، كلمه بروجرامد او ان بروجرامد. تمام، انت غيرها، انت عايزها بروجرامد، ماشي، فانت تغيرها خليها بروجرامد ساعتها قبل ما تحرق الكود على المايكرو كنترولر. تمام، ده بالنسبه لبرنامج اكستريم بيرنر. ممكن برنامج تاني يكون جاي يعني حاططها ان هي بروجرامد، ماشي، فانتوا بتدخلوا تعملوا تشيك الاول على الموضوع ده، ماشي، عشان هو ممكن يكون جاي مش جاهز، وتيجي تجربه تلاقوا ان هي الداتا بتختفي، فهتكون هتسال نفسك هي بتختفي ليه، ما تبقوش فاهمين، هي بس حته الفيوز بيتس دي. تمام، تمام كده احنا خلصنا فيديو الانترنال اي بروم، اتمنى الفيديو يكون مفيد، وشكرا.